اليوم جبت لكم واحد الموضوع اللي مهم بزاف، مهم مهم للناس اللي باغين يبداو المشاريع ديالهم واللي باغين يستافدوا من بروغرام طلاق. شنو بعد بروغرام طلاق؟ بروغرام طلاق تلونسا قبل كوفيد، يعني في عام 2020 لونسا صاحب الجلاله الملك محمد السادس باش يعاون الشباب او الناس اللي عندهم المشاريع باش يزيدوا بها لقدام. ولكن كأي بادرة جميلة، نقدر نسميها بادرة جميلة، ضروري ما كيكونوا ناس استغلاليين. وانا زعما من دور ديال الشخصي كانوا استغلاليين هما اصحاب البنوك والناس اللي كيوظفوا باش يديروا لك بحال يعطيك لي كونسي، ما كيشرحوش لهذوك الناس اشنو كاين، يبين لك الجميل ويخلي الحوايج. انا غادي نخلي لكم السي عبد الرحيم يعرف من نفسه ويشرح لكم اشنو طرا ليه دو ا ا زد، وركزوا معاه مزيان حيت غادي يعطيكم اشنو كاين. السلام عليكم على بركه الله. انا من الناس اللي استافدوا من هذا البرنامج ديال الانطلاقه، وقبل هذا الشيء غنشرح لكم بانني دزت واحد مجموعه ديال المراحل ديال حياتي. انا مجاز تقريبا ديال التسعينات، ما توظفتش، دخلت للمجالات اخرى ديال البيع والشراء، ديال لي سوسيتي، من بزاف ديال 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 المراحل ديال الحياه اللي دزت منها، ما جابش الله التيسير، ما نجحتش. اخرها درت كنت في المسرح، درت التلفزيون، درت شيفور الطاكسي، كانت ديما الحياه شويه ماديا مأزمه، لا بغيت تقول مأزمه. ملي جات البادره ديال الانطلاق بحكم ديك التجربه ديالي اللي خدت في الحياه، قلت انا ندير مشروع ديالي خاص بيا. جا الخطاب ديال سيدنا، جات التباشير ديال الخير، قلنا مرحبا، عجبتنا الفكره، ريحنا في الاجتماعات ديال الممثلين ديال الابناك، داروا دي سيمينار، مشينا لانابيك، ديما كيبينوا لنا الجانب المضيء من الفكره. هما عندهم واحد مجموعة من الحوايج اللي مخبية ما كيبينوش لينا. قال لك اسيدي راه المشروع غدفع فيه 20% والما تبقى راه غتعطي لك البنكة في حدود ديال 2%. حنا التصور ديالنا مشى بأنه 2% على التوتال ديال كاين 1.5 ولا 1.75 بالنسبة للمشاريع ديال اللي عندهم علاقة بالفلاحة لاغيكولتور. حنا درنا بالنسبة للمشاريع الأخرى كذلك. حنا درنا مشروع في إطار المدينة، درنا ترونسبور ديال الحوت. أنا بحكم أنني كنت كنفهم في الميدان، درت سوسيتي صغيرة ديال نوس سيد صاحبي اللي هو في الميدان في البيع والشراء ديال الحوت، ودرنا طلبنا ترونسبور ديال الحوت بليزاكسسوار ديالو، كاين صندوق خاوي كذا، هذاك الشيء اللي غنحتاجو. قال لك غدفعوا 20%، سلفنا وتكلفنا وجبنا ديك 20% ودفعناها. عطاونا الطوموبيل، خلصنا فيه 20%، وعطاونا الماتيريال، خلصنا 20%، على اساس اننا حنا هذاك الكريدي غادي نردوه ب 2% على مده 7 سنين، يعني 2% على التوتال كامل لمده 7 سنين. اذا بينا كنتفاجئوا بان هذاك الكريدي غادا تخلص عليه كل عام ديك 2%، بحال اللي راك واخد كريدي عادي، ماشي كريدي اللي فيه تسهيلات وفيه كذا. ها الاولى لاسيغونس ديال الثانيه، لاسيغونس كتخلصها كل عام ديال 1300 درهم للبنكه، قالوا لنا غتخلصوها على العام الاول، بدينا دابا كنخلصوها كل عام. ها الثانيه كل عام تخلص 1300 درهم، الا ضربتيها على 7 سنين راه واحد القدر كبير، وتزيدها على واحد 300 درهم فان تريمستريال، كتزيدها كل 3 شهور كتعطيهم 300 درهم زايده، الا ضربتيها حتى الى عطاك 1200 في العام كتضرب على 7 سنين حتى هي في واحد التوتال، بالاضافه ديال 2% على هذاك التوتال ديال الكريدي كل عام، ماشي على ديك 7 سنين كامله. غنشرحوا لهم، يعني مثلا خديتي 20 مليون 200000 درهم، 200000 درهم غتضربها في 2% على كل عام، شحال عطاتك؟ إذا درناها في 2% 2000 درهم تقريبا. تقريبا 2000 درهم ضربها على 7 هي شحال تقريبا؟ على 7 سنين. المهم في التوتال هي 7000 درهم. 7000 درهم هاي زايده،
كاينين 7000 درهم زايد على داك المونطو ياك. اه حي تزيد عليها عاوتاني 1300 درهم لكل عام. اه هي شحال الا ضربتها في 7 سنين وجمعتها مع ديك 1200 درهم تاهي ضربتيها على 7 سنين كتعطيك تقريبا شي 17000 درهم وزياده. وعاد التريطه ديال كل شهر اللي كتجيك شحال؟ كتجيني 4000 درهم في الشهر. 4000 درهم في الشهر الا ضربتي العمليه حسابيه في الطوطال ديال 5 سنين في الغد غتزاد عليا واحد 5 يعني فين المساعده؟ 5 ولا 6 المليون يعني نورمالمون فين المساعده؟ بمعنى ان انا ما كاين حتى شي حساب كاين كريدي عادي هذا كريدي عادي هذا. اهم حاجه هو التعطير، لقيتي شي تعطير؟ لا ما كاين لا تعطير لا والو. بينوا لينا ما هو حشومه راه انا كنوجه واحد الرساله لكونسي هاد الناس هادو اللي كيكونوا فهمتي اللي كيكونوا في البنوك واش نتوما عندكم واحد لاطاش ديال انكم خاصكم تنوروا هذاك السيد اللي كيجي عندكم وتقولوا ليه اشنو خاصكم ديروا اشنو خاصكم ديروا شنو خاصكم ديروا والو تصدار اش هذا الشيء. واحد مساله اخرى هو اننا حنا ملي دخلنا للميدان دابا خاصك تقلب على 4000 درهم في ما كانت خصوصا حنا طحنا اولا دايزين خارجين من كوفيد ثانيا جات الازمه العالميه اللي كاينه درك وثالثا المازوت زاد المصاريف تزادت كلشي تزاد وانت داخل خاصك تخلص كريدي ديال 4000 بارموا درهم بارموا تجيبها من السماء ولا من الارض شغلك هذاك وكتجيبها بشق الانفس ولا تعطيها لهم تحت واحد 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 الشروط اللي مجحفه شروط مجحفه كنقول مجحفه الا كان فعلا هاد الكريديات ديال الانطلاقه تعطات في اطار المساعده في اطار ديال ان سيدنا الله ينصرو قال لك اودي هاد الانطلاقه غادي تعطوا الناس الفلوس باش يخدموا في اطار تسهيلات ماش لنا حتى شي تسهيلات باستثناء ديك لانتيري ديال 2% ولكن حنا عاونا على ديك 2% غدار على التوتال كامل لمده 7 سنين اذا بها كدار كل عام كتجدول كل عام كل عام كتحسب عليك هذيك 2% على ذاك التوتال كامل بمعنى انك غتبقى تخلص 7 سنين كل عام كتحسب عليك 2% يعني انت باغي مثلا البروجي ديالك السي عبد الرحيم باغي تزيد به لقدام الله ودي ولكن كتفرينا والو الديفيري كان شحال السي عبد الرحيم قبل ما بديتي كتخلص في التريطات هذه مساله اخرى قال لك اودي راه عندك الحق تاخذ من عام حتى العامين ديال الديكالاج اذا بهم عطاونا 6 موا ما كاملاش صعيب درنا الكرياسيون ديال لا سوسيتي ما جينا ناخذ الكريدي حسبوا لنا ديك المده اللي كانت فيها الكرياسيون كل شيء حسبوا لنا في 6 اشهر ما جات كملت 6 اشهر قال لك راه حط سيدي 4000 درهم في الشهر دابا وليتي كتضارب مع الطريطاق باش تحط المواليها ديال الطوموبيل وتق راسك دبر راسك عيش ولا ما تعيش تصور باش تاكل ولا ما تصورش شغلك هذاك ولينا عايشين معاناه نفسيه قبيحه ديال انك كتشد الطريق بالليل خدام ليل ونهار كتقلب ضارب باش تشيط واحد شويه باش تجمع ديك 4000 درهم باش تجيبها للبنكه على اساس انه ولا ما كنتو نسميو احتيال احتيال بعض البنوك حيله بالفن تحت نصوص قانون العضو شي وجه يبينوا لك اشنو كاين لا خويا راه كتخلص من العام هذا وقد وقد ديال لاسيغونس وغتخلص هاد لي فري هادي وهادي دابا نورمالمون هادشي اللي خصو يكون يعني انت المشكل كتقول مناش المشكل واش من هما هذوك الناس دابا اللي شرحوا العمليه ملي تلقى سيدنا هذوك الناس اللي تكلفوا بها كان خاصهم يمشيو كوريكت بمعنى كوريكت انهم يحطوا الامور كما هي واضحه للناس اللي غيدخلوا للكريدي عادك خويا غتجيو ديروا الكريدي هاش فيه واش فيه واش فيه واش غتخلصوا واش غتخلصوا الا قادر ندخل ما قادرش ما تدخلني الخنشه تسد عليا وتقول لي وسير كاوكا طلع الفلوس جيبو من قرن الدنيا باش تخلصني ولا ما خلصني يا شوف نورمالمون انت قانونيا نورمالمون دابا انت راه ضامنك سي سي جي راك عارف هاد القضيه سي عبد الرحيم عارف دابا باش انا سي عبد الرحيم راه ضامنك سي سي جي البروجي ديال الانطلاق ضامنك سي سي جي ب 80% نقدو حنا هادشي نديرو ونشرحو زعما ابار من هادشي ولكن هو باغي يمشي كوريكت باغي يمشي كوريكت ما نخدم هو ما بغاش يدير احتيالات لا ما كبعضين انا بنخدم ودابا المشكل نخدم اليز ونخدم دابا المشكل وحنا مرض نفسي نفسانيا مرضنا دابا معذبين تمارا الليل ونهار ويا ترى تجيب ديك 4000 درهم باش تحطها لهم يا ترى باش تفك معاهم يا ترى باش تبقى هاني في مخي يا ترى باش تبقى مرتاح في ذاتك حنا ولينا كنا بغينا نحسنوا الوضع ديالنا ولينا كرازيناه انا كون لقيت اخويا بريكوليا في المسرح ولا بريكوليا في الطاكسي راه نصور داك المصاريف ديالي ونجي ناكلوا بارد ما تابعاني لهادي لهادي حنا بغينا نحسنوا الوضع الاجتماعي ديالنا حنا ولينا في حاجه اخرى في حاجه اخرى شنو النصيحه السي عبد الرحيم النصيحه هي اخويا اللي باغي يدخل لهذا الميدان
من اللي باغي يدخل لهذا البرنامج ديال الانطلاق يريح مع الناس ديال لافون كيقول لهم وبين ليا شرح لي الكونطرا هذا طيب هذوك لي كونديسيون اللي فيها الشروط اللي في اللي في العقد اللي ما بينه وبين المنطق شرحي لي كما هو باش نعرف ما علي وما لي وما علي باش نلتزم بواحد العمليه اللي ما غنقدش عليها وفي الاخر نبدا نعاني. دابا هذا راه بحال اللي كتحكم على واحد انسان دخلي باش يفشل دخلي باش يفشل. هذا الشيء اللي كنقول لك انا راه ديك كثر من مجهودي داير اكثر من مجهودي. كنت شوف كيفاش دوزت انا الشهر ديال رمضان راه دوزته في سيدي فني بارك في الطوموبيل ساكن في الطوموبيل باش نجيب هذيك 4000 درهم ساكن في الطوموبيل باش نصور ديك 4000 درهم نجيبها للبنكه